السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم الى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبداها من صحيفه التلغراف التي نشرت مقالا بعنوان ايران تعزز دعمها لسوريا المقال الذي كتبته روث شيرلوك من لبنان عباره عن تحليل للوضع على الساحه السوريه حيث بدات بنقل ما تقول انه تصريحات لعدد من المحللين تؤكد أن الجيش السوري كان سينهار لولا الدعم العسكري الإيراني. وتنقل شيرلوك عن مقربين من النظام السوري تأكيداتهم أن إيران تعزز بالفعل دعمها لإيران لسوريا، حيث ترسل أسلحة ومعدات ومقاتلين وخبراء للتدريب ومستشارين عسكريين أيضاً، علاوة على إمداد النظام بمعلومات استخباراتية. وتضيف شيرلوك إن الدعم المتزايد من الحليف الإيراني تزامن مع بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة، وهو ما سمح للحكومة بخوضها دون أي شعور بوجود ضغط عليها يدفعها لتقديم تنازلات. وتنقل شيرلوك مرة أخرى عن مصادر إيرانية وسورية لم يذكرها تأكيدها أن مئات عدة من مقاتلين وخبراء فرقة القدس قد تم نقلهم خلال الأشهر الماضية إلى الأراضي السورية، وطموح شيرلوك أن فرقة القدس هي جناح قوات الصفوة للعمليات الأجنبية في الحرس الثوري الإيراني وتعرج شيرلوك على ان مهمه رجال فرقه القدس تتمحور على قياده التحركات اللوجستيه لدعم قوات النظام السوري بالاضافه الى جمع المعلومات الاستخباراتيه بالتزامن مع اقتراب الحرب الاهليه من دخول عامها الرابع وتختتم مقالها مؤكدة أن إيران أنفقت بالفعل مليارات عدة من الدولارات على دعم النظام السوري، بالرغم من معاناتها الاقتصادية بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. نواصل الآن مع صحيفة الجارديان التي نشرت مقالا بعنوان: أسباب للأمل في سوريا، قالت فيه: وصلت سوريا إلى أعمق مراحل يأسها حتى الآن بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية. بحصيلة وفيات متصاعدة جراء احتدام القتال، وموجات جديدة من اللاجئين، وتهديدات بزيادة إمدادات الأسلحة لكل من المعارضة وقوات النظام، وتعليق عملية التفاوض دون تحديد يوم لاستئنافها. وكان مبعوث الأمم المتحدة المحنك الأخضر الإبراهيمي محقا في اعتذاره للشعب السوري عن فشل المؤتمر وهو أسلوب غير مباشر لإلقاء اللوم على كلا الجانبين وداعمهم الدوليين لتخيب أمل مواطني سوريا ومع ذلك فإن جميع الأمور ليست قاتمة ففي حين ذهب فريق الحكومة لمؤتمر جنيف عازماً على إجراء محادثة حول إيقاف الإرهاب فحسب، وعنوا بذلك جميع المعارضة المسلحة، ورغب الثوار فقط في صيغة لتنحية الرئيس السوري بشار الأسد، يبدو أن الأخضر الإبراهيمي قد حقق توافق آراء على أن هناك قضيتين أساسيتين، الأولى هي تحقيق عمليات وقف إطلاق نار محلي. ما يؤدي تدريجيا لوقف القتال في البلاد. والقضية الأخرى هي تشكيل حكومة انتقالية. لقد أخفقت محادثات جنيف في التوصل إلى اتفاق حول ترتيب للتعامل مع القضايا، وما إذا كان ينبغي تشكيل فرق أصغر لمناقشة كل قضية بشكل متزامن. لكن الجانبين المتحاربين في سوريا كانا معا في غرفة واحدة وللمرة الأولى. وكان لابد من أن يكون هناك الأمل خلال وقفة التأمل التي دعا إليها الأخضر الإبراهيمي بأن يلتزم كل جانب بالعودة للتعامل مع القضيتين كلتيهما معا. من شأن الضغوط الأمريكية والروسية أن تكون أساسية، فبدلا من محاولة تسجيل نقاط دعائية أو إلقاء اللوم على الآخر من ناحية فقدان مؤتمر جنيف للتقدم. تحتاج كل من واشنطن وموسكو إلى التحرك على أساس الأرضية المشتركة بينهما، فكلاهما لا ترغبان في الانهيار التام لمؤسسات سوريا أو تقاليدها العلمانية متعددة الثقافات، ولا تريدان انتصار المتشددين الإسلاميين المتحالفين مع المتطرفين، ولا حدوث سفك دماء طائفي في دمشق. ينتقد البعض نظام الأسد لعدم إرسال مسؤوليه العسكريين والأمنيين البارزين إلى مؤتمر جنيف. ويرون ذلك كإشارة إلى أن الأسد غير مستعد لقبول تشكيل حكومة انتقالية ويبدو هذا صحيحا إلا أنه قد يتعين إيجاد المزيد من قنوات الاتصال الحذرة من أجل إشراك أصحاب المناصب العليا في نظام الأسد من غير الذين من المرجح ألا يقبلوا بحل وسط على الرغم من تعثر مؤتمر جنيف إلا أنه يمكن رؤية إطار عمل لتحقيق اتفاق سياسي نهائي وتعد الأولوية حاليا لتفادي لعبة إلقاء اللوم علنا وإبقاء عملية جنيف على قيد الحياة وليس سكب المزيد من الوقود على النار العسكرية. ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب طارق حميد مقالا بعنوان "ومزيد من التورط الإيراني في سوريا" قال فيه كشفت وكالة أنباء رويترز بالأمس عن مزيد من التورط الإيراني في سوريا مؤخرا. وذلك عبر زيادة عملية إرسال الأسلحة والفرق الخاصة الإيرانية لجمع المعلومات وتدريب قوات بشار الأسد، وذلك في محاولة من طهران لتمكين الأسد من الصمود ودفعه لعدم تقديم تنازلات في المحادثة الجارية بينه وبين المعارضة. وهذا الدعم الإيراني للأسد. بالسلاح والخبراء والمقاتلين الذين كشفت رويترز أن عملية نقلهم إلى سوريا تتم من خلال الحدود التركية، حيث يستطيع الإيرانيون الدخول إلى تركيا من دون تأشيرات، هذا عدا عن وصول القيادات العسكرية الإيرانية جواً إلى مطار دمشق، مع تدفق المقاتلين الشيعة من العراق إلى هناك نصرة للأسد. كل هذا الدعم يعني أن إيران تستعد لمرحلة ما بعد فشل محادثات جنيف، وتعني أن طهران تستبق المراجعة التي تقوم بها إدارة أوباما حيال سياساتها تجاه سوريا. وما تقدمه إيران الآن من دعم بالسلاح والرجال الأسد ليس بالجديد بالطبع، إنما هذا هو دأبها منذ اندلاع الثورة السورية التي تقترب من عامها الرابع. وسط تردد دولي في طريقة التعامل مع الأزمة. ورغم التدخل الايراني السافر، فما لا يفهمه الغرب، وتحديدا واشنطن، هو انه لا يهم ما تقوله ايران، وانما ما تفعله على الارض في سوريا او خلافها. حسنا، ضع هذا الحديث في سياقه، فهو يعني ان ايران تعترف بانها تتحرك في المنطقه بحكم النفوذ الطائفي، اي التبعيه، وفوق هذا وذاك ان ايران تفعل عكس ما تصرح به. والدليل الآن ما كشفته رويترز عن زيادة الدعم العسكري الإيراني للأسد، وهذا كله يدل على أن ما تقوله إيران شيء وما تفعله شيء آخر، ولذا فإن كل الجهود الدبلوماسية لوقف آلة القتل الأسدية بدعم إيراني غير كافية وغير عملية، فلا يمكن أن تنجح مفاوضات دون ضغط حقيقي، وفي الحالة السورية، الضغط هو الدعم العسكري للمعارضة. فالمفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية مثلا ما كانت ستصل إلى ما وصلت إليه لولا العقوبات والحصار الاقتصادي وعليه فما دام المجتمع الدولي ليس لديه سوى التنظير والمفاوضات الفارغة فطبيعي أن تواصل إيران دعم الأسد لأن طهران تعي أن ما يحدث على الأرض هو ما يؤثر وليس ما يحدث على المقاعد الوثيرة في قاعات المؤتمرات واصل معكم مشاهدينا حديث الصحافة وننتقل الآن إلى صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية التي نشرت مقالا بعنوان لا خوف على إسرائيل اليوم بعد ارتباك إيران وضعف الأسد وحزب الله وانشغال الجهاديين في سوريا قالت فيه عندما بدأت هذا الأسبوع المحادثات بين القوى العظمى وإيران وضع على طاولة القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل تقرير محدث لأمان تقول شعبة الاستخبارات أن إيران لم تتخلى عن حلمها الذري، وبعبارة أخرى: إذا بقي النظام الحالي في طهران على حاله، ولم يحدث تغيير حاد في الجو الدولي، فقد تتوصل إلى قنبلة ذرية. إن سوريا وحزب الله بحسب التصور الأمني الإيراني هما الخط الدفاعي الأمامي في مواجهة إسرائيل. وعملهما أن يصد ويردع كل قصد إسرائيلي إلى ضرب إيران وأن يضعف قوة إسرائيل لكن هذه الجبهة أخذت تضعف وهذه بشرى خير بالنسبة لإسرائيل ولسيما على خلفية تهديدات الجهاد العالمي والفوضى الإقليمية وعشرات ألاف الصواريخ الموجهة عليها والمشروع الذري الإيراني الذي لا يصد إن المحور المتطرف تؤيده دعامتان أخريتان سوى الدعم الإيراني أخذتا تتضعضعان، هما: الأولى مكانة الرئيس الأسد، والثانية قوة حزب الله. إن الجهات الإستخبارية في إسرائيل لا تشك في أن الأسد لن يبقى في الحكم في إطار أي تسوية في سوريا. فهذا الرجل بحسب تقديرات الإستخبارات في إسرائيل فقد شرعية حكمه لشعبه. إن الجيش السوري لا يهدد إسرائيل في الحقيقة. إن له قدره ناريه بعيده المدى وله قدرات في مجال الدفاع الجوي بصوره البطاريات الجديده من طراز اس اي 17 التي باعه اياها الروس لكن عيني الاسد ما عادتا موجهتين الى اسرائيل وقد ازال جزءا كبيرا من جيشه في هضبه الجولان وجبل الشيخ لاجل القتال في داخل المدن السوريه ان اسرائيل بحسب وجهه النظر السوريه لا تنوي ان تحارب سوريا والذي يمكن ان يورط سوريا هو مواجهه عسكريه بين اسرائيل وحزب الله وان دين السوريين لحزب الله كبير فاذا اشتعلت الحدود بين لبنان واسرائيل فسيجب على الاسد ان يهب لمساعده نصر الله لكن الرغبه السوريه في اشتعال حريق في مواجهه اسرائيل ضئيله جدا لم يضعف حزب الله في الراي العام فقط الضعف ايضا لان الايرانيين اصبحوا يحولون اليه قدرا اقل من المال ومن الوسائل القتاليه، واذا لم يكن ذلك كافيا فان الاوروبيين انضموا الى الامريكيين واعلنوا انه منظمه ارهابيه، وهو شيء لا يزيده قوه، وفي كل ليله يدفن حزب الله موتاه الذين قتلوا في الجبهه السوريه، وهو يفعل ذلك في الظلام بعيدا عن عدسات التصوير كي يخفف الانتقاد في الداخل. وقد قتل بضع مئات من رجال حزب الله في السنة والنصف التي شارك فيها في القتال في سوريا ويتحدث أحد التقديرات عن أربعمائة مقاتل وهم عشرة بالمئة من القوة التي أرسلتها المنظمة إلى المعركة ويحارب نصر الله لاستمرار ولاية الأسد الذي هو دعامته الرئيسية حتى وقد أصبح واضحاً أن الأسد لن يبقى نتابع الآن مع صحيفة الحياة اللندنية حيث كتب محمد المشموشي مقالا بعنوان لعبة الأسد لا حل سياسيا ممكنا بدوره قال فيه لم يخرج من جنيف اثنين إلى ما يؤكد أن وفد النظام السوري عامل لكي يدفع المؤتمر إلى نتيجة واحدة إعطاء الانطباع للسوريين ولراعي المؤتمر في موسكو وواشنطن تحديدا بأن الحل السياسي للأزمة السورية متعذر تماما كما كان الحل العسكري طيله الاعوام الثلاثة الماضية، والبديل من وجهة نظره وفي خطته هذه هو استمرار التفاوض، ليس للتفاوض فقط كما يقول الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في تقويمه مسار المفاوضات، بل محاولة لتعديل ميزان القوى على الأرض كما تعمل قوات النظام وقوات حلفائه الإقليميين جاهدة الآن وفي أكثر من منطقة أو أقله. مواصلة الحرب الأهلية إلى أمد غير منظور ظن منه أن تكون له وللحلفاء القدرة على حسم الموقف لمصلحتهم في نهاية الأمر كانت الذريعة التي اختبأ خلفها وفد النظام منذ البداية ما سماه تراتبية ورود البنود في بيان جنيف واحد وإصراره على البحث فيها بالتسلسل بدءا من البند الأول وصولا كما صرح أعضاؤه دائما إلى البند رقم ثمانية الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة. واللعبة واضحة بل مكشوفة تماما، إذ بينما كانت تجري فصولها سياسيا على طاولة المفاوضات في المدينة السويسرية، كانت ترافقها حملة عسكرية بالدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة والبراميل المتفجرة على المدن والبلدات السورية، أملا بتغيير موازين القوى على الأرض. وفي الوقت الذي كان وفد النظام يجلس وجها لوجه مع وفد المعارضه، كان اسياده في دمشق يصدرون قرارا يعتبرون فيه الائتلاف واعضاء وفده ارهابيين، بما يعنيه ذلك من ملاحقتهم قانونيا في الداخل والخارج من جهه اولى، ومصادره ممتلكاتهم وبيوتهم في سوريا من جهه ثانيه. لا يقوم النظام السوري مدعومًا من حلفائه في روسيا وإيران ولبنان والعراق بما يختلف عن ذلك في شيء تحت خطأ المفاوضات في جنيف؛ إفشال العملية السياسية بين المتفاوضين من جهة، ومحاولة تغيير ميزان القوى العسكرية بين المتقاتلين على الأرض من جهة ثانية ولا يخرج عن هذا السياق أيا تكن الأعذار تباطؤ النظام غير المفهوم وغير المبرر في تسليم مخزونات الأسلحة الكيماوية التي كان يفترض إخراجها من سوريا على الطريق إلى تدميرها قبل نهاية العام الماضي وفي ظنه كما تصرف دائما منذ بدء الثورة ضده في مارس آذار 2011 أن هذا العالم الذي لا يريد التدخل لإسقاطه والذي بات يخشى فعلا احتمالات انعكاس الارهاب المنظم في سوريا على دوله قد يقتنع بان بقاء هذا النظام افضل لدول العالم ولسوريا من الدخول في متاهات النظام البديل ننتقل الى موقع حبرنا الالكتروني التركي الذي نشر مقالا بعنوان اسرائيل وايران عدوان لدودان قال فيه تميز العلاقات الاسرائيليه الايرانيه بسياده روح عداء عميق عليها رغم أن الدولتين كانتا قد تعاونتا مع بعضهما البعض حتى أواخر الثمانينات هل يمكن الثقة بإيران؟ قال بيريز في, في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في كانون الثاني الماضي بأن إيران تشكل مركز الإرهاب في وقتنا الحاضر فهو مقتنع بأن طهران لا تزال تزود حزب الله في لبنان بالأسلحة وأن إيران لا تزال تسعى للحصول على الأسلحة النووية رغم أن روحان نفى ذلك مؤخرا مرة أخرى وعليه تناقش إسرائيل مرة بعد الأخرى إمكانية توجيه ضربة عسكرية وقائية إلى المنشآت النووية الإيرانية ورغم أن خلف أحمد نجاد روحاني لا يعترف أيضا بحق إسرائيل في الوجود إلا أنه تنصل عن ملاحظات سلفه المعادية لإسرائيل وابتعد عنها ورغم ذلك فإن العلاقة بين الدولتين لا تزال متسمة بعدم الثقة مؤسس الدولة الإسرائيلية ديفيد بنغوريون أيقن أن دولته تقع في محيط معاد لها، ولذلك وضع مبدأً يقول: إنه من الضروري أن تسعى إسرائيل إلى تشكيل تحالفات مع جيرانها غير العربية في الإقليم، مثل الأتراك والمسيحيين اللبنانيين والإيرانيين أيضًا. لذلك كانت هناك علاقة ممتازة بين الدولتين، كما يقول هنري فورتخ من معهد الدراسات الدولية والإقليمية في مدينة هامبورغ وضعت الثورة الإسلامية في إيران في مستهل عام 1979 حداً لهذا التعاون، إذ ألغت جميع الاتفاقيات المبرمة بين إيران وإسرائيل. وبينما أيد العالم الغربي بأسره تقريباً العراق، فإن إسرائيل وقفت إلى جانب خميني. ويقول هيرني فورتيخ في هذا السياق: نفذت في مستهل الثمانينات احتياطات إيران من الأسلحة والذخائر والإمدادات. وكانت إسرائيل مستعدة لتزويد طهران باحتياطيات جديدة من الإنتاج الأمريكي كما أن الاستخبارات الإيرانية قدمت إلى السلاح الجوي الإسرائيلي معلومات مهمة مكنته في عام 1981 من إلقاء القنابل فوق مفاعل أوزيراك العراقي لعرقلة تنفيذ البرنامج النووي العراقي لمدة سنين وكما يقول هنري فورتيخ فإن جميع الأطراف حاولت كتمان الأمر. إلا أنه اتضح في تشرين الثاني عام 1986 أن واشنطن باعت لمدة سنين صواريخ لطهران لتمويل عمليات المتمردين اليمنيين اليمينيين في نيكاراغوا، وأن تنفيذ قسم كبير من الصفقات بهذا الشأن تم عن طريق إسرائيل. يقول الخبير الإيراني الأمريكي تريتا فارسي عام 2007 فإن إيران تتنبأ بزوال الدولة اليهودية وإسرائيل تحرم إيران من الحق في استخدام أي تكنولوجيا نووية وتشارك في المحاولات لتغيير النظام في طهران في هذا السياق يقول هنري فورتخ ليس من المحتمل أن تتحسن علاقات إيران مع إسرائيل في المستقبل المنظور حسب ادعاء الخبير نتابع معكم مشاهدينا الكرام وننتقل الآن إلى جريدة حبر التي نشرت مقالا لأحمد أبو الفداء بعنوان مثقف الثورة أين هو من الثورة قال فيه إن ثمة تحالفا والتحاما عميقا وطبيعيا بين المثقف والثورة ولا يمكن للمثقف أن يستحق هذا اللقب ما لم يكن منحازا كليا ومن دون شروط للشعب ولقضاياه في مواجهة كل الأعداء وهذا لا يرتبط بوقت محدد او بزمن الثورة، بقدر ما ينحاز المثقف دائما لشعبه وتطلعاته، منشغلا بأمرين على الأقل. أولهما الاصطفاف مع الناس دون تردد أو تبرير، وثانيهما أن يعبر بإبداعاته عن روح الناس وأحلامهم. المثقف العربي في ظل الثورات، إما أن يكون في خانة المثقف النقدي الذي يتردد أولا بالانحياز للثورة. الثورة ليست مجرد صراع بين الأشرار والأخيار، وإن من يصنف طرفيها بهذا الشكل يرتكب عدة أخطاء. فهو يحمل المظلومين أكثر من طاقتهم، ولا يصبح قادراً على فهم التجاوزات والأعمال المشينة، على أنه يتجه نحو تعميم الأحكام دون فهم طبيعة الأنظمة وبنيتها، ونحو تغيير الأفراد العاملين فيها دون تغيير طبيعة النظام. لم ينتج المثقف نظريه الثوره ولم تشفع لها طول المده فبقيت الثوره يتيمه ليس فقط من المناصرين العالميين بل ومن دراسه المثقف لها وعلى نيران الخلافات المستعره بين اطراف المعارضه السياسيه النظام وظفها بطريقه او باخرى لتدمير الثوره فدور المثقف يكمن في دراسه الواقع واطراف الصراع فيه واكتشاف الأفكار والرؤى عنه وتحديد السياسات العامة وبالتالي تشكيل رؤية كاملة عن الواقع ويكمن في قراءة الواقع انطلاقا من الشرط الاقتصادي المحدد له ومن واقع الانهيار الاقتصادي للقطاعات الأساسية في الإنتاج والتي شهدت قبل بداية الثورة وأثناءها تراجعا حادا في الزراعة والصناعة ولاحقا تعطلا شبه كلي وتزايد أعداد البفقرين وتراجع معيشة الطبقات المفقرة، ودراسة كل مشكلات البنية الاجتماعية، وأثر ذلك على العلاقات الاجتماعية. لقد اعتقلت ناشطات مثقفات، واضطرت أخريات للتواري، وغيرهن إلى مغادرة البلاد. ومع الثورة، يكون قد تراجع دور المثقف النمطي النرجسي، الذي يبتدع النظريات دون أن يأخذ في الحسبان أن الاختبار الفعلي للأفكار هو الواقع. وهي فرصة تاريخية للمثقفين الثوريين يجب استثمارها في الزمن الموضوعي والضروري لهم. هذا الزمن الذي يميزهم عن مثقفي ما قبل الثورات الذين بقيت اطروحاتهم اسيرة طرحها الفوقي بسبب انعدام قيام الثورات الشعبية وبقيت افكارهم دون حوامل اجتماعية وقوى تغيير فعلية. الى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم القاكم مجددا غدا ان شاء الله دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته